من أيام انتشرت صور في معرض متنقل تمت إقامته في الحدائق والميادين العامة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن لمجموعة من الشخصيات العربية الشابة الناجحة والمتميزة. دي مبادرة بيعملها اتحاد الصناعات الدنماركي تحت شعار أحلام عربية. الجميل في الموضوع أنه من الصور اللي كانت موجودة في هذا المعرض صورة المهندس المصري هاني طارق اللي تم اختياره ضمن 12 نموذج من نماذج النجاح في 10 سنين أو في 10 سنين اللي فاتوا، وده عشان يعرفوا أو يعرفوا كمان الشعب الدنماركي بجهودهم في مجال الصناعة. خلينا نقترب أكتر من هذه القصة. هذا الموضوع معانا المهندس المصري هاني طارق عبر زوم. صباح الخير عليك يا باشمهندس. أهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على السادة المشاهدين، وأنا متشكر جدا على المقدمة اللي حضرتك قدمتها، وبتشرف بوجودي في التلفزيون المصري مع حضرتك. إحنا اللي بنشكر حضرتك وبنتشرف بيك دايما والله. في البداية طبعا بنبارك لك على اختيارك من ضمن هذه الشخصيات، لكن عايز أعرف في الأول رد فعلك إيه لما شفت الصور؟ طبعا الحقيقة أول ما شفت الصور هي جات لي عن طريق مكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات المصرية المرتبط باتحاد الصناعة الدنماركي، وصلتني يعني عبر الإيميل. طبعا أنا شعرت بفخر شديد إن أنا كمصري وعربي صوري موجودة في دولة أوروبية من الدول الكبيرة زي الدنمارك. يا باشمهندس طبعا بنبارك لحضرتك، ولو تقول للناس الاختيار بيكون على اساس ايه؟ ايه العمل اللي حضرتك متخيل انه وصل حضرتك انك تكون موجود في هذا المعرض؟ الله يبارك في حضرتك في الاول. الحقيقه ان الاختيار وقع نتيجه تواصل، كان رحله بداناها في تطوير عمل داخل مصنع بتاعنا. احنا مصنع منتجات هندسية، بنصنع منتجات معدنية، واحنا كنا بنشتغل مع اتحاد صناعات في مصر في كيفية تطوير المصنع وجعل ان بيئة العمل تبقى بيئة عمل لائقة للعمال وبيئة عمل آمنة، وده هدف من اهداف التنمية المستدامة. فاحنا خلال 4 سنين تواصلنا فيها مع مكتب التزام البيئي في مصر. مكتب التزام البيئي هو احد الجهات المنوط بها تقديم خدمات استشارية للصناعة المصرية، وهو على مرتبط باتفاقيات تعاون مع اتحاد الصناعة الدنماركي. فخلال الفترة دي كان اتحاد الصناعة الدنماركي بيقدم لنا بعض الخدمات وبعض الاستشارات في ازاي نقدر ننهض في حاجتين جوه المصنع عندنا. ازاي نقدر نعمل حوار اجتماعي جوه المصنع يسمح بان احنا عن طريقه نخلي في بيئة عمل لائقة للعمال عندنا، وازاي نطور السلامه والصحه المهنيه داخل المصنع. الحقيقه خلال السنين دي هما بداوا معانا اقتراحات بسيطه ممكن تكون ما بتكلفش اداره المصنع اعباء ماليه ضخمه، لكن عن طريقها قدرنا ان احنا نفتح سبل كبيره قوي للنهوض بالمصنع عندنا. يعني على سبيل المثال بقى عندنا احاطه بكل المشاكل اللي بتواجه العمال، بقت معروفه عند الاداره. قدرنا ان احنا نعمل صناديق نقدر نسمع منها صوت العامل جوه المصنع، عايزين نعرف مقترحاته ايه، شكاويه ايه، وهكذا. كل ده ارتبط بزياده الانتاجيه اللي احنا قدرنا نحققها كمصنع. هما خلال تواجدهم معانا وزياراتهم المتكرره لينا، وكمان تدريب حصلنا عليه هنا داخل مصر، وانا شخصيا كنت اتشرفت ان انا سافرت وحصلت على تدريب في الدنمارك قبل كده، كل ده قدرنا ان احنا نطور بيه الظروف داخل المصنع عندنا. طيب باشمهندس هاني، مين بيختار هذه الشخصيات وايه الشروط الواجب توفرها في الشخصيات اللي بيتم اختيارها؟ بص حضرتك، هو المعرض ده تحت زي ما حضرتك قلت وتحت مسمى احلام عربيه، وهو بيبتدي بكوبنهاجن وهيلف جوه الدنمارك. الحقيقه ان انا رشحت عن طريق اتحاد الصناعه الدنماركي، لكن هو في شخصيات ثانيه من بلاد عربيه، واظن ان في كمان شخصيات من مصر مرشحه من جهات غير اتحاد الصناعات. يعني اتحاد الصناعات هو في اتفاقيه اسمها اتفاقيه الشراكه الدنماركيه العربيه، دي بروتوكول ما بين البلاد العربيه والدنمارك، وعن طريقه هم منظمين المعرض ده، وبيختاروا من شخصيات من مجالات عربيه مختلفه. يا باشمهندس عن طريق اتحاد صناعات الدنمارك. عظيم. فكره العمل على توفير بيئه مناسبه ولائقه للعمال وللمهندسين ولكل اللي شغالين جوه المصنع، وانعكاس ده على الانتاجيه والاقتصاد. مظبوط. انت حضرتك عارفه ان في اساسا مشاكل دايما بتبقى موجوده في اي مصنع او اي
اي بيئه فيها صناعه، ان احنا عندنا هنا في مصر فيها مشاكل في ازاي نقلل من معدل دوران العماله. دي مشكله بتواجه مصر، العماله الماهره تحديدا. تخيلي حضرتك ان انت ما بتوفري بيئه عمل مناسبه ولائقه للعامل هتخليه ان هو يفضل موجود. الحاجه الثانيه ان انت ما بتقدري تعملي حوار مع الناس، يعني تقدري تسمعيهم ويسمعوكي. هتلاقي نفس حضرتك ان الاهداف المعلنه اللي الشركه عايزاها كل عامل وكل اداري وكل موظف جوه المؤسسه عارفها وشغاله عليها الناس بتشتغل وهي مرتاحه يا باشمهندس، فبالتالي بالتاكيد بينعكس ده على الانتاجيه. مظبوط طبعا، بيشعر بالامان، بيشعر بان هو شغال في بيئه بتقدره، فكل ده بيرجع للانتاجيه. بس هي مجموعه معطيات مختلفه. يعني احنا ابتدينا بان احنا بس بنتكلم عن السلامه والصحه المهنيه وازاي نعمل حوار اجتماعي، وصلنا ان احنا بقى عندنا حاجتين حقيقه. عندنا مثلا انشطه رياضيه للعمال موجوده داخل المصنع، يعني قدرنا من المقترحات اللي جات لنا من العمال نفسهم ان احنا طب ليه ما نعملش مثلا صاله ترفيهيه ليهم يقدروا يمارسوا العاب رياضيه خلال فتره الراحه. قدرنا ان احنا وده يا باشمهندس فايده الاتصال يعني التنسيق مع العمال وانك تسمعهم. اعتقد انه يعني حضرتك خرجت كمان باهداف جديده للعمال. مظبوط يا فندم، مظبوط. تعزيز التواصل جوه المؤسسه بيقابل ده مقترحات وتطور في كل المحاور، مش بس المحاور الانتاجيه. عايز اقول لحضرتك ان احنا اما جينا عظيم ونخش في معدات، لقينا ان احنا عندنا مشكله ثانيه بتواجهنا، ان في بعض العماله بتعاني من محو الاميه. وحضرتك عارفه ان محو الاميه قضيه كبيره في مصر، بتواجه حوالي 24 او 25% من الشعب المصري. احنا النهارده بنرتب ان احنا اساسيين هنفتح فصل محو اميه داخل المصنع عشان نقدر نمحو اميه عدد من العمال الموجودين جوه المصنع. عظيم. اعرف منك برضه يا باشمهندس اهميه التكريم ده بالنسبه لك، واللي بالتاكيد يعني بيشيلك هم الفتره اللي جايه كمان وهيخليك تشتغل اكتر. هتقدم ايه الفتره الجايه للعمال؟ بص حضرتك، احنا عندنا قضيتين شغالين عليهم، هم دول المحور بتاعنا. ان احنا عايزين ندخل المراه جوه المصنع عندنا، بمعنى احنا انت عارف حضرتك عارفه اكيد ان 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 المراه بتمثل يعني 50% من الشعب المصري، واحنا عندنا مشكله ان في الصناعات اللي هي الصناعات المعدنيه دايما بتبقى بيئه طارده للسيدات، رغم ان في المجتمعات الغربيه او مثلا حتى في دول زي الهند المرأة موجودة جوه المصانع دي. فاحنا وفي نفس الوقت احنا عندنا مشكلة في توفير العمالة في مصر، فاحنا دي قضية احنا يعني مصرين ان احنا ننجح فيها، وعارفين ان هي هتبقى فيها تحدي، بس احنا هندعو وهنشتغل ان احنا يبقى عندنا عمل للمرأة داخل المصنع، بجانب ان احنا هنكمل في ملف محو الأمية الخاص بالعمال المتواجدين داخل المصنع بتاعنا. كل التوفيق لحضرتك يا باشمهندس، بنشكر حضرتك وبنبارك لك مرة تانية. المهندس هاني طارق، شكرا جزيلا ليك.